نقطة تبقى سوداء، نقطة الأقمصة في المباراة، أرقام اللاعبين بالفتر هي إهانة في حق شبيبة القبائل. أكوناش نستناو تلحق لها الدرجة يعني. أنا شوف، أنا ما نتكلموا على الأقمصة، نتكلموا على الوضعية. يا ناس، هذه اسمها شبيبة القبائل، زعيم الكرة الجزائرية، بطل إفريقيا 6 مرات. هذا ما نش نهضروا على أي فريق، حرام واش هو يصرى لهذا الفريق هذايا. من انا نعتبر هذه تجاوزات شبيبه القبائل. كتسمع المدرب حمدي يقول لك لوبجيكتيف تاعي، الهدف الرئيسي دوك هو ضمان البقاء. نعم، لحقنا الوقت وين شبيبه القبائل ولات تلعب على البقاء. نعم، شوف وين لحق هذا الفريق هذايا، ليكيب لا بلو تيتري في الجزائر، وعملاق من عمالقه افريقيا وين لحقوها. خلينا من الاقمصه والمشاكل الاخرى، وجمله من المشاكل اللي راهي مخبيه، والصراعات بين المعارضه للمعارضه والمكتب الحالي. ربما مع هل قدوم الشركه الوطنيه قد قدوم الشركه الوطنيه، وانا اخر الاخبار تقول راح يكون جديد من الغدوه والاقصى، يعني تجيب الشخص تاعها اللي تعينوه راح تجيب، وراهم يقولوا هنا راح يزيد بالك، راح يزيد يطيحوا في المشكل اخر، راح يجيبوا وجه رياضي معروف. نعم، هما حبوا يجيبوه. نعم، يكون على رأس شبيبة القبائل. لكن المشكل، هل هذا الوجه المعروف ولا ما كانش من شبيبة القبائل؟ راح يلقى الإجماع أنصار شبيبة القبائل، ماشي كيش يوافقوا على هذا الأمر هدايا، خاطش يقول لك احنا ماذا بينا، جيرسكا فيها رجال. نعم، منطقة القبائل فيها رجال، ماشي دوك جيرسكا مولات نسمحوا فيها كاع ونولوا نجيبوا ناس من برا باش ومن بعد يولوا في صراعات جديدة. نعم، يقول المكتب لي روح، يقول لي معارضة. نعم، تاع الناس اللي راهم جايين، ونولوا في حلقة مفرغة. لكن منير، إذا كان ابن الفريق ما يقدمش، تكون كومبيتونس ما عندهاش علاقة بالنادي وتجيب جديد، مرحبا، هذه شركة. شوف، ما نتكلم على الشركة، يعني حتى النادي هو شركة. لا، أبناء الفريق اللي قدموا موح شريف حناشي ربي يرحمه. لا، مش حتى بالعموم، لما تقول لما يجيك واحد الناس اللي راهم جاوا موراه، راك تشوف الوضعيه اللي راحت في. نعم، شبيبه القبائل. نعم، مانيش نقول لك انا لازم يكون ابن الفريق ولا انا. نعم، ماشي انا اللي نعرف، يكون كومبيتونس، لازم يكون واحد كفء، واحد اللي قادر. نعم، يعاود يرد شبيبه القبائل. نعم، للواجهه والانصار يرضوا به. شكون راح يقول لك شو واحد محفش؟ انا باش ما نسميلكش، ولكن الان في ذهني يتبادر الى ذهني صايب موسى قادر يقدم لك في شبيبه القبائل. صايب موسى ابن الفريق. نعم، واش راني نقول لك؟ واش راني نقول لك؟ يعني قلت لك انا ربما موبيليس حب راه بالك كاين راه يجيبوا شخصيه رياضيه خارج من شبيبه القبائل لتكون على راس شبيبة القبائل. تبقى مجرد مشكل وراه، يمكن ان يكون جس نبض فقط. نتمنى ان شاء الله. نعم، يكون من شبيبة القبائل، وكان ولا غير كان، لكن جبت انت اسم قامة كبيرة موسى صايب.